مشاهدينا الاعزاء، برحب بيكم معانا وحلقه جديده وتحيا مصر على شاشه الفضائيه المصريه. النهارده ان شاء الله بنتكلم عن مشروع القطار الكهربائي السريع. طبعا ده واحد من المشروعات الكبيره جدا، والحقيقه هو بيخدم عدد كبير جدا من المواطنين، حركه نقل جديده ومهمه جدا في الدوله المصريه، بيتوفر فيها السرعه، الجوده، الراحه، الامان، ايضا صديقه للبيئه. فالنهارده ان شاء الله بنستعرض مشروع القطار الكهربائي السريع مع ضيفنا العزيز دكتور محمد الصادق عوف، استاذ الطرق بجامعه حلوان. اهلا بك يا فندم، اهلا شرفنا وسهلا ومنورنا. بحضرتك. وسؤال كان دايما في ذهن الناس في الفتره الاخيره عن مشروع القطار الكهربائي، هيخدم يعني مناطق ايه، هنستفيد بيه ازاي، فحابين حضرتك نبدا ونتكلم عن هذا المشروع. تمام. هو بدايه مشروع القطار الكهربائي السريع اللي احنا بصدد الحديث عنه النهارده، هما 3 خطوط. الخط الاول اللي بيبدا من العين السخنه على ساحل البحر الاحمر، وبعدين بيتجه للعاصمه الاداريه واكتوبر، وبعدين بيتجه في اتجاه الغرب، بياخد وادي النطرون والنوبريه واسكندريه حتى العلمين الجديده، وبعد كده بيكمل لغايه مدينه مرسى مطروح بطول اجمالي 660 كيلومتر. السرعه بتاعته 250 كيلومتر في الساعه علشان ده هاي سبيد. ايضا هناك قطار اخر على نفس السكه، على نفس المسار، بيسموه اقليمي، السرعه بتاعته اقل نسبيا، تصل ل 160 كيلو متر في الساعه. على نفس الخط هناك ايضا قطار بضائع بسرعه 120 كيلو متر في الساعه. قطار البضائع ده في منتهى الاهميه، لانه بينقل البضائع من ساحل البحر الاحمر الى ساحل البحر المتوسط، وده في حد ذاته يعتبر بديل اخر لقناه السويس في نقل البضائع. ده الخط الاول. اما الخط الثاني اللي بيبدا من مدينه اكتوبر او حدائق اكتوبر خاصه، وبيتجه الى اسوان وابو سمبل بطول 1100 كيلومتر، بيقطع الحقيقه جميع محافظات الصعيد، بدايه طبعا في طبعا معانا الجيزه والفيوم والمنيا وبني سويف طبعا قبلها، واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان لحد ابو سمبل. الطول 1100 كيلو، والسرعه زي ما قلت نفس الخط الاول 250 كيلو في الساعه، وفي كمان قطار البضائع بنفس الفكره. القطار ده الحقيقه هيخدم جميع محافظات الصعيد. اعتقد دي نقطه تحول كبيره جدا بالنسبه لاهل الصعيد في منتهى الاهميه، والحياه في الصعيد، لانها اصبحت هتربط بين صعيد مصر وعمق مصر كله بشكل مختصر جدا وسريع. تخيلي لما القطر من القاهره او من اكتوبر لحد اسوان يقطعها في 4 ساعات، بدلا من القطر العادي اللي هو اكتر من 12 ساعه، يعني 4 ساعات تقترب من وقت السفر بالطياره اللي بيشمل طبعا اجراءات المطار والتفتيش، يعني اصبح الدنيا بقت ايه، قريبه شويه. فالمواطن في الصعيد مصر او اللي بيشتغلوا في هذا المكان يقدر ان هو ينتقل من القاهره او من اكتوبر لحد اسوان، ابعد جزء في الصعيد. طب احنا هنطلع لفاصل يا فندم ونرجع ناخد كل خط من هذه الخطوط ونعرف ايه يعني ابعادها وايه العائد من يعني هذه المشروعات على الاقتصاد وعلى الدوله وعلى حركه النقل والتجاره، فكل ده هنعرفه من حضرتك بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. مشروع القطار الكهربائي السريع حلقة جديدة تنضم إلى سلسلة المشروعات القومية المستدامة التي يتم تدشينها بمصر لتخدم 90% من المواطنين لتعويض سنوات من غياب التخطيط والتنمية، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع. ترسيخا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر شهر مايو الماضي مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلو متر على مستوى الجمهورية.
يهدف المشروع إلى إقامة شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر تربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كيلو متر في الساعة وتخدم 90% من المواطنين، حيث ستخدم ملايين الركاب يوميا وتنقل كذلك ملايين الأطنان من البضائع سنويا. يشمل التعاقد كذلك تقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عام، ومن المخطط الانتهاء من المشروع في عام 2025. يعزز مشروع القطار الكهربائي مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميا وعالميا عن طريق تسهيل حركة نقل البضائع، إضافة إلى تحويل مصر إلى رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وكذلك مساهمتها في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، ومن ثم إرساء معايير عالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ. اهلا بكم معنا مرة تانية. وزي ما شفنا في التقارير يا فندم، المشروع طبعا نحب نعرف الشراكة اللي مصر عملتها مع دولة المانيا يعني الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي السريع، فحابين نتكلم عن نقطة هذه الشراكة. وانا اتكلمت الاول عن الخط الاول واتكلمت عن الخط الثاني، يتبقى فقط بس الخط الثالث علشان ننهي النقطة دي، اللي هو ان شاء الله هيربط ما بين محافظة قنا وبين البحر الاحمر، ممثل في مدينتي سفاجة والغردقة، لخدمة طبعا حركة السياحة الشاطئية على البحر الاحمر والسياحة الثقافية في الاقصر وقنا واسوان طبعا. الحقيقة ما تم توقيعه من تعاقد بين الدولة المصرية وبين ألمانيا يوم السبت الماضي، هو تعاقد مع شركة ألمانية كبرى في مجال توريد الخطوط وتوريد المنظومة الكهربائية وأنظمة التحكم والإشارات وكل ما يلزم هذا القطار بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، مجموعة الثلاث خطوط 2000 كيلو متر. التعاقد بيشمل ايضا صيانه لمده 15 سنه، توريد الخدمات والصيانه لهذه المده للمحافظه على هذا المشروع اطول فتره ممكنه بحاله جيده. ايضا يشمل التعاقد توريد افضل منظومه الكترونيه موجوده في العالم للمحافظه على القطار ودرجه الامان بتاعته. طيب احنا بنقول انها حركة نقل هتخدم كتير عدد كبير من المواطنين، بيتوفر فيها طبعا الجودة العالية، الراحة، الامان، وشوفنا من خلال التقرير انها صديقة للبيئة. تمام. فحبيت برضو نشير لهذه النقطة. هو الحقيقة فعلا حركة القطر ده ان شاء الله لما يكتمل انشاؤه، هو مخطط ان المرحلة الاولى تخلص ان شاء الله في بداية 2024، والمرحلة الثانية الخط الثاني اللي هو بتاع اسوان ابو سمبل ده ان شاء الله 2025، يعني ان شاء الله في القريب العاجل. والقطار ده بعد ما يكتمل تنفيذه ان شاء الله هيخدم حوالي 60 مدينة مصرية، يعني معظم المدن سواء على خط الصعيد او على خط بحري. الحاجة المهمة انها وسيلة صديقة للبيئة، هي وسيلة غير تقليدية تختلف عن الديزل، الوقود الديزل اللي بيسبب انبعاثات وبيسبب تلوث للبيئة، ده اللي هيشتغل بالكهرباء ودي الافضل نسبيا من الديزل بالنسبة للتلوث البيئي. لذلك بنسمي القطر ده او وسيلة الانتقال دي وسيلة من وسائل النقل الاخضر المستدام الصديق للبيئة، وده تفكير الدولة حاليا في اي مشروع في اي قطاع، انه الحفاظ على البيئة، الحفاظ على صحة الانسان، زيادة المسطحات الخضراء، يعني كل ده الحقيقة فكرة الدولة في حال تطبيق اي مشروع على ارض مصر في هذه المرحلة، وده التوجه العام للدولة. فعلا هو التوجه العام للدولة، هو ايضا التوجه العالمي بشكل طبعا. عام المحافظة على البيئة والمحافظة على المناخ، وطبعا دولة مصر دولة رائدة في هذا التوجه، وان شاء الله هتستضيف مؤتمر المناخ العالمي في مصر ان شاء الله قريبا.
تاني لما بنقول دايما حتى في خطط الدولة تنمية مستدامة، يعني هي تنمية طبعا اقتصادية مع الحفاظ على يعني البيئة، دايما هي زي ما بنقول عنصر أساسي طبعا في كل هذه الخطط. يعني فندم لو اتكلمنا عن المرحلة الأولى زي ما حضرتك بدأتها، التشغيل الرسمي الناس كلها بتسأل امتى هنقدر نستخدم هذه يعني الخط الأول. الخط الأول، الوسيلة المريحة الجيدة هنقدر نستفيد بها امتى؟ إن شاء الله المتوقع في بداية 2024 ده الخط الأول، وفي 2025 الخط الثاني، تاني ده ما أعلن، اللي أعلنته الوزارة يعني، إن شاء الله هيكون كده. هل برضو العالم كله بيمر يعني بتغيرات وأزمات عالمية، وكان قبلها أزمة كورونا، هل ده أثر على يعني سير تشغيل المشروع أو يعني خطوات التنفيذ اللي هي الدولة بدأتها فيها، هل ده شوية أخر الموضوع؟ هو الحقيقة بدأ تنفيذ المشروع دوت منذ ما يقرب من سنة، يعني في عز أزمة كورونا، فبفضل الله إن الدولة المصرية قدرت إنها تتغلب على المشاكل والمصاعب اللي واجهتها بسبب هذه الأزمة، والمشروع بدأ تنفيذه فعلا منذ ما يقرب من سنة دلوقتي. هل نقدر نعرف خلال هذه السنة نسبة أعمال التنفيذ اللي اتحققت قد إيه؟ التنفيذ دلوقتي بالنسبة للخط الأول والثاني هو تنفيذ الأعمال الاعتيادية، أعمال الحفر بس، أعمال احنا بنقطع في التربة، وفي أعمال تشكيل الجسور، ده بس اللي شغال دلوقتي. أنا أعتقد دي أصعب المراحل باشمهندس، يعني أصعب المراحل في المناطق الجبلية خصوصا، أكيد يعني لو مر بمناطق جبلية، المناطق الجبلية بتحتاج معدات معينة وبتاخد وقت ومجهود أكتر من الحفر العادي. فالشركات المصرية إن شاء الله هي اللي منوط بيها تنفيذ الجانب ده او الاعمال الاعتيادية، وتشمل كمان المحطات وتشمل كل انواع المباني، لكن الشركة الالمانية اللي هتعمل بقى المنظومة الالكترونية والتحكم والاشارات وخلافه زي العقد اللي اتكتب. الشركات المصرية تقريبا واخدة قد ايه من نسبة تنفيذ المشروع؟ لا الحقيقة دي ما عنديش علم بيها، ولكن هو دائما الشركات المصرية بتعمل كل الاعمال الاعتيادية كاملة. تمام، طبعا عمل البنية التحتية وال يعني الخاصة بالمشروع، بان حضرتك قلت ان هو مشروع بيربط بين البحر الابيض والمتوسط، فاعتقد ده تأثيره على حركة التجارة سواء خارجيا او داخليا هتكون كبيرة جدا جدا. اكيد، وممكن يكون اكتر فعالية في نقل بعض البضائع عن قناة السويس. اللي عايز سرعة الحركة وسرعة الانجاز من الممكن في ساعات قليلة يتنقل من ميناء العين السخنة الى ميناء مثلا جغبوب او مرسى مطروح او حتى العالمين. يمكن اتنشرت بعض الاخبار عن اسعار تذاكر هذا القطار، وحابين نقول للناس النهارده المعلومه الصحيحه من حضرتك ان هل ما نشر او قريناه من خلال يعني اسعار التذاكر انه هيتم المحاسبه بعدد المحطات، يعني هيركب 6 محطات غير 10 غير 15، فهل يعني ده اعلن فعلا ولا دي مجرد كتكهنات بس؟ هو المنطقي طبعا ان التذكره بتحدد بناء على المسافه او بناء على عدد المحطات، ده الشيء الطبيعي والمنطقي، لكن ما تحددش بالظبط سعر التذكره كام لغايه دلوقتي، الموضوع لسه في وقت ولسه طبعا في دراسات لسه ما تحددتش، حدد بناء على دراسات اقتصاديه ودراسات جدوى، لكن الحقيقه ما اتحسمتش لغايه دلوقتي، لم تحسم. حضرتك كلمت ان الخط السريع بيقطع 250 كيلو في الساعه. ده القطار السريع، وحضرتك قلت ان فيه يعني في قطر تاني. في قطر تاني، فحابين نعرف برضو السرعات لكل القطر السريع ده يا فندم بيقف على محطات رئيسيه وسرعته عاليه 250 كيلو في الساعه. في قطر تاني على نفس السكه بيسموه اقليمي، ده بيقف على جميع المحطات، يعني مثلا نتخيل قطر منهم بيعدي على المراكز بس، القطر الاقليمي على المدن اللي اقل من المراكز او المدن الاصغر، لذلك سرعته اقل شويه لانه هيقف اكتر، فده سرعته 160 كيلومتر في الساعه. قطر البضائع ما ينفعش يمشي بسرعه اعلى من 120 دي السرعه القصوى لاي قطر بضائع. ما ينفعش يمشي بسرعه 160 ولا ارقام زي كده، ومش محتاج برضه، يعني ال 120 في الساعه ده رقم كويس بالنسبه للبضائع. حضرتك قلت ان الخط اللي هو يعني اللي بعد القطار السريع اللي هو متوسط السرعه ده هيخدم المدن هيخدم كل المدن اللي على خط القطار. ودي نقطه مهمه جدا، لان يمكن كان بعض سكان هذه المدن بيحتاجوا يقطعوا مسافات عشان
يركبوا يعني خطوط القطارات. تمام. فالنهارده بقت خطوط القطارات دي هتوصل لغايه المدن الصغيره دي، فدي نقطه مهمه دي نقطة حابين مهمة. برضو وخلينا أوضح حاجة في صلب الموضوع، إن خط السكة الحديد الحالي هو موجود برضه شغال، مش هيعطل، مش هيبطل، بالإضافة إلى هيئة السكة الحديد حاليا بتقوم بتطوير جميع خطوط السكة الحديد وازدواج 9 خطوط في الوقت الحالي. فالمخطط إن شاء الله إن جميع الخطوط هيتم تطويرها وازدواجها، فالمواطن هيكون عنده أكتر من بديل، ليستخدم القطر السريع ليستخدم القطر التقليدي بعد تطويره. في المناسبة دي الحقيقة بنقدم مقترح بالنسبة للخط الثاني اللي إن شاء الله مخطط له يوصل لأسوان وأبو سمبل، إن هو يكمل إن شاء الله فيما بعد ويصل بجمهورية السودان كنواة، لأن السكة الحديد إن شاء الله تربط دول أفريقيا مع بعضها كوسيلة لزيادة ده للخط السريع السريع. أنا بقترح ذلك يعني هو يمكن لم يقترح من قبل يعني، لكن ده يعتبر مناسبة كويسة إن احنا نقول إن الخط ده لو كمل لغاية السودان ويبقى نواة لربط دول أفريقيا لتحسين حركة التجارة وتدعيم أواصر الصلة بين شعوب القارة الأفريقية، وده بالنسبة لنا يعتبر يعني غير إن هو بيوطد حركة التجارة، العلاقات السياسية والطيبة بين مصر وبين الدول الأفريقية. ومصر كرائدة في مجال السكة الحديد الحقيقة، فأعتقد ده يعني بيعزز من مكانتها بشكل كبير جدا. ومصر أول دولة في أفريقيا تعمل الخطوط السكة الحديد، فمن باب أولى إن احنا فعلا يعني نبقى دولة رائدة في إمداد أنا أعتقد ده يكون تفكير الدولة السريع. يعني بعد الانتهاء من المرحلة نتوقع الأولى بالذات هيبدأ التفكير، وإحنا بنشتغل في المرحلة الثانية ما بعد المرحلة الثانية، أعتقد ده اللي هي يعني هيتم التفكير ممكن فيه. طبعا اكيد هو حاليا الدراسات الحقيقه شغاله على طول على مشروعات كتيره جدا يمكن لم يعلن عنها، ولكن بعد الدراسه المستفيضه بيتم الاعلان عنها بالزبط. ممكن يكون ده طبعا في مرحله الدراسه. واحنا بنتكلم عن اي مشروع دايما بنحب نتكلم عن نقول للناس فوائد اقتصاديه، فوائد بتعود على المواطنين، فوائد بتعود على الدولة، يعني تمام. أكيد ده كله مش حركة نقل عادية أصبح. لكن حركة نقل بيتبعها عائد اقتصادي كبير جدا جدا. هي بداية طبعا تقليل زمن الانتقال بين المدن وبين المحافظات طبعا، فده طبعا توفير الوقت المواطن، والوقت الحقيقة معناه فلوس، تايم از ماني، ده مبدأ معروف. فأنا طبعا هقلل زمن الانتقال، هوفر على المواطن ساعات طويلة جدا في القطر العادي أو في الانتظار، ده كله بيترجم لفلوس. الحاجة التانية المستهدف تقليل الحوادث، القطر ده الحقيقة يعني عوامل الأمان فيه أعلى بكثير من السكة الحديد التقليدية. هي دايما حركة يعني نقل في السكة الحديد هي الأكثر أمانا، الأكثر أمانا، وبعدين المنظومة الجديدة الحقيقة تتميز بعوامل أمان أعلى بكثير من المنظومة التقليدية اللي احنا عارفينها. فطبعا تقليل عدد الحوادث، تقليل الضحايا، تقليل المصابين، كل ده له سعر. حاجة تانية تقليل التلوث البيئي له سعر. حركة التجارة بين المحافظات وبين المدن، كل الحاجات دي تعتبر من العوائد الاقتصادية اللي هتعود. حاجة تانية ان على مسار هذه الخطوط يمكن ان يتم انشاء مجتمعات عمرانية جديدة او صناعية او زراعية، فكون ان احنا نعمل مجتمع زراعي ونزرع الاف وملايين الافدنة ده في حد ذاته هيأمن مستقبل مصر من الامن الغذائي. ايضا اذا كان مجتمعات صناعية هنقدر ان احنا نعمل مصانع ونقلل البطاله ونشغل ايدي عامله، كل ده هيصب في مصلحه الاقتصاد. حضرتك وانت بتتكلم عن الميزات في هذه الوسيله اتكلمت واشرت لعوامل الامان، ودي نقطه مهمه جدا. تمام. فنقدر نتكلم عوامل الامان يعني موجوده في النوع ده من الوسائل النقل بتختلف قد ايه عن الوسائل التقليديه؟ هو باختصار شديد المنظومات الجديده اللي بتتعمل دلوقتي للسكة الحديد الجديدة اللي بالكهرباء اللي بتشمل هذا القطار اللي بنتكلم عنه، وأيضا هناك قطر تاني اسمه LRT أو قطار كهربائي خفيف وده على وشك الافتتاح الأيام دي، وأيضا هناك المونو ريل أو القطار أحادي السكة. الثلاث أنواع دول منظومة بتشتغل بالكهرباء تتميز بعدة عوامل أمان، أهمها ان ليها مسار معزول تماما، مفيش ليها مزلقانات وعبور مزلقانات زي السكه الحديد التقليديه. المزلقانات دي تعتبر اهم مشكله واهم سبب للحوادث،
حاجة تانية منظومة الإشارات والتحكم كلها بتشتغل إلكتروني بأعلى مستوى من التحكم وأعلى منظومة موجودة في العالم، منظومة ألمانية الشركة اللي إن شاء الله هتورد هذه المنظومة. فالمنظومة دي بتتحكم في حركة القطارات وفي حركة الإشارات والتحويلات وخلافه، كل ده من خلال هذه المنظومة. فده بيعزز طبعا من عامل الأمان، هو ده أهم حاجة في تعزيز معامل الأمان على السكة في هذه المنظومة. حضرتك اتكلمت عن المونوريل، والناس ما برضو بتعتقد ان المونوريل وسيلة يعني انتقال بين محافظات مصر، فحابين نفرق ما بين المونوريل ونقول تاني، واللي حضرتك قلت اشرت ليه اللي هو الكهربائي الخفيف بالزبط. وايضا القطار السريع، فالتلاتة مشروعات جديدة، لكن حابين نعرف ده هيخدم ايه وده هيخدم ايه وده هيخدم. خلينا نقول ان التلاتة هي كلها تابعة لخطوط السكة الحديدية، في النهاية هي خط سكة حديد بالكهرباء يشتركوا في هذا المبدأ فقط. القطار الكهربائي السريع اتكلمنا عنه بالتفصيل، دلوقتي هتكلم على ما يسمى الRT أو القطار الكهربائي الخفيف. هو الحقيقة خط واحد بيبدأ من محطة عدلي منصور مدينة السلام، وبياخد معاه مدن العبور والشروق والمستقبل وهليوبلس الجديدة وبدر والربيكي، وبيوصل لحد العاصمة الإدارية. وهذا القطار بالفعل تم إنشاءه خلص وتم التجارب بتاعته خلاص، يعني التشغيل التجريبي خلص. يعني ده خاص بخطوط المدن الجديدة بالظبط، المدن الجديدة في شرق القاهرة. الحقيقة ده على وشك الافتتاح، يمكن هذا الأسبوع إن شاء الله هيتم افتتاحه. والخط ده الحقيقة فيه وصلة أخرى هتتعمل علشان تدخل مدينة العاشر من رمضان، دي لخدمة برضو مدينة العاشر من رمضان. ده الخط اللي اسمه ايه؟ القطار بالظبط، قطار الكهرباء الخفيف. اما المونو ريل او القطار احادي السكة، ده هم خطين، خط منهم يبدأ من مدينة نصر عند نزل الزهور كده شارع يوسف عباس، دي البداية بتاعته، ونهايته في العاصمة الإدارية. هيمر طبعا على القاهرة الجديدة وعلى شارع التسعين، وموجود الأعمدة الدائرية العالية موجودة على شارع التسعين وعلى شارع يوسف عباس وفي مدينة نصر موجودة، بدأت بقى لها أكتر من سنة ونص شغالين فيه، وعلى وشك يخلص في أقل من سنة إن شاء الله. ده معمول يا فندم لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وربطهم مع مدينة نصر، وده على وشك إن شاء الله في خلال أقل من سنة يتم افتتاحه. يعني ده هيكون أول الافتتاحات المونوريل يا فندم؟ الRT هذا الأسبوع. هذا الأسبوع القطار الكهربائي الخفيف هذا يعني خلال أيام بسيطة يعني. الخط آخر للمونوريل لخدمة مدينة أكتوبر وحدائق أكتوبر والشيخ زايد، وربطهم مع المهندسين، مدينة المهندسين، شارع جامعة الدول العربية، أول محطة اسمها محطة شارع وادي النيل في جامعة الدول العربية. وده طبعا بيربط المهندسين المنطقة دي المريوطية والمنصورية والدائري ولغاية محور 26 يوليو لغاية أكتوبر وزايد وحدائق أكتوبر النهاية بتاعته. ده خط مونوريل آخر لخدمة أكتوبر والمدن الجديدة في الجيزة أو غرب القاهرة، جنوب القاهرة في الجيزة. حضرتك كلمت عن الجزء شرق القاهرة وغرب القاهرة، لكن لو حبينا نقول هل هيبقى بين العاصمة الإدارية وأكتوبر في وسيلة انتقال مباشرة؟ طبعا. هو القطر السريع يا فندم الخط الأول اللي قلنا بيبدأ من السخنة وأكتوبر والعاصمة الإدارية على هذا الخط. ده أنا عايز كمان أضيف حاجة عشان السادة المواطنين يكونوا معانا في الصورة، إن احنا اتكلمنا على ثلاث وسائل انتقال وكلها سكة حديد. الحقيقة ده بالإضافة لمترو الأنفاق كمان. هناك تكامل بين هذه الوسائل، هي منظومة متكاملة. بمعنى إيه؟ بمعنى على سبيل المثال محطة عدلي منصور مدينة السلام بتستقبل الخط الثالث من مترو الأنفاق، ويبدأ من عندها القطار الكهربائي الخفيف يودي لغاية العاصمة الإدارية، وأيضا يبدأ من عندها خط السكة الحديد القديم الديزل اللي كنا بنسميه قطر السويس، حاليا جاب تطوير وازدواجه. وأيضا المحطة دي بتاعت عدلي منصور فيها موقف للسوبر جيت، وفيها يعني مجمع محطات، مجمع مواقف. أيضا حدائق أكتوبر فيها محطة رئيسية تبادلية للمونوريل والقطر الكهربائي السريع، يعني المنظومة متكاملة. المواطن سيادتك لما سألتي عنده بدائل مختلفة كتير يعني سيادتك سألت العاصمة الإدارية وأكتوبر مربوطين على على الخط الأول للقطار السريع. أيضا مدينة الجلالة اللي على ساحل البحر الأحمر جنب العين السخنة يقدر يستخدم القطر ده المرحلة الأولى،
ويوصل بيه لغايه العالمين الجديده. انا كمان العاصمه زي ما العاصمه الاداريه شيء مهم بالنسبه لنا، ايضا العالمين الجديده مهمه، الجلاله مدينه مهمه. نعتقد ده مع تشغيل القطارات دي بزوغ نجم الاماكن دي زي السخنه ومدينه الجلاله هتبتدي تظهر بشكل كبير جدا نتيجه الاختصار الوقت الكبير. الشيء الجدير بالذكر يعني في هذا الموضوع ان الوسائل المواصلات دي يعني جرى انشائها حاليا وبسرعه جيده جدا بهدف امداد هذه المدن بوسائل النقل الجماعي الحديثه الصديقه للبيئه قبل الانتقال رسمي وافتتاح هذه المدن. يعني العالمين الجديده والعاصمه الحقيقه لحد دلوقتي ما نقدرش نقول ان هم تم افتتاحهم بشكل رسمي، ما زال. فاحنا بنوفر وسائل النقل الجماعي الجيده لتشجيع المواطن انه ينتقل مباشره للسكن في هذه المدن، او اذا كان في مناطق اخرى تصلح لعمل مشروعات او حاجه زي كده. المواطن اول شيء بيسال عليه وسيله النقل الجيده الفعاله الصديقه للبيئه. ده بالاضافه طبعا للمشروع القومي للطرق العظيم بجانب مشروعات النقل السريعه. فانا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دايما بنتكلم على مشروعات النقل والطرق الحقيقه بتبقى المشروعات كتيره والانجازات كبيره. تمام. جدا بشكر حضرتك استاذ، نورتنا. بشكر كل مشاهدينا وان شاء الله نلتقي وحلقه جديده. تحيا مصر دائما.